الانتفاضات التي أدت بالثورة هي أيضا مشاهد ثقافية، مش منقولش هي انتفاضات ثقافية، بالمعنى أنها تفوت الحدود المتعارف عليها في العمل الإبداعي والعمل الثقافي، فهمتني؟ ثم مخزون كبير اترشق وخرج إلى آخره. احنا في حاجة اليوم أن الثقافة تقرب للناس الكل وتمشي للجهات. وعندما تسألني تقول لي أني أنا معناتها نحمل السلطة مسؤولية تغييب الثقافة، لأن السلطة هي اللي في يدها القرار الأول في برمجة وتمكين الأهالي من أن تتوفر لهم العطاءات الثقافية أخوي العزيز، والثقافة هي الوحيدة القادرة أن تخلق التوازن بين الأجيال. لكن عندما تتنقلون لتقديم أي عرض في عمق البلاد، أي هل ستمنعكم السلطة من ذلك؟ ليه؟ شنو تمنعني؟ مفروض انه كل شهر، كل جمعه، كل منطقه فيها عمل مسرحي. يا اخي سيدي العزيز سامحني بلا نفهمه. العمليه الثقافيه راهي ماهيش عمليه معناتها مستقله من مشروع. عمليه معناتها التركيز، الثقافه هي ركيزه اساسيه لبناء مجتمع ديمقراطي. والتعليم ايضا. يعني الشيء اللي صرفناه على الرياضة واللي ما زلنا نصرفوه على الرياضة، لو كان نصرفوا الشطر نتاعه للثقافة، طب تشوف بلادنا كيفاش. يكفي أن كل معهد، كل جامعة تبرمج فيها مسرحية مرة في الشهر، ولا فيلم مرة في الشهر، ولا شاعر مرة في الشهر، ولا اكسبوزيسيون دو بانتور مرة في الشهر، ونتحاسبوا بعد 10 سنين، عندك شعب مثقف، عندك جمهور مثقف ولا عندك جمهور وقت اللي تعمل، وقت اللي تعمل مظاهرة، وقت نتحاسبوا، يحرقوا لك الكار ولا ما يحرقوا لكش الكار. مرة أخرى أنتم تبرئون المثقف من دوره، أو تحاولون أن تضعوا له نوعا من الهالة التي تجعله بمنأى أو بمعزل عن ممارسة الدور الذي ينبغي له أن يلعبه في المجتمع. تحملون دوما المسؤولية لطرف غيركم. بالله يجاوبني، نترجاك. قل كيفاش نجم أنا نمشي نعمل العرض نتاعي في الجامعة إذا مدير الحي، إذا مدير الجامعة ما يبرمجنيش. هل تقدمتم بطلب؟ خلينا من هل تقدمت. تقدمت، انا نقول لك تقدمت برشا مرات تقدمت، اما جاي جاوبني. يعني هل تقدمت بطلب؟ باش نقولوا زاد تويكا كل شيء مسموح الا احنا ما نحبوش نخدموا، كما البطاله فهمت يا جماعه حرقوا ما يحبوش يخدموا. لا نجيلكم ما ثماش مشروع نتاع البلاد، الحكومه ما عندهاش مشروع، ما ثماش مشروع. اعطيني ثم مشروع. يعني كل شيء تتحمله الحكومه يا سيدي. يا ما عندهاش مشروع، ما عندهاش مشروع. اش عم نقصت من الميزانيه بتاع الثقافه؟ بلاد في حاجه للثقافه، نقصت الميزانيه بتاع الثقافه، جريمه في حق الشعب. هل يعقل ان نقصوا من الميزانيه بتاع الثقافه في حين ان الثوره تستدعي ان تتوفر لها الكفاءات اللازمه لانجاز ثوره ثقافيه؟ ثورة ثقافية قادرة أن تدفعنا إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعمق، حتى يكون مجتمع مسالم، حتى يكون مجتمع فيه الانفتاح، معناتها يقع، يكون معناتها إنجاز الفرد مع الآخر. شو تنقص من الميزانية بتاع الثقافة؟ معناها العباد معناتها هي ديجا ما ثماش ثقافة مغيبة، قلت لك أنا مغيبة في الجهات المحرومة، تزيد أنت فهمت ولا تنقص من الميزانية بتاع الثقافة. معناها مرة أخرى السياسي يتحمل الدور أو الوزر الأكبر فيما يحصل، يتحمل مسؤولية القرار يا صديقي العزيز. هل تعتبرون أنه لو كان المثقف، وأتحدث عن مواصفات معينة، بمقدوره أن يصل إلى مرتبة القرار، هل كان من شأنه أو بإمكانه أن يقوم بما لم يقم به السياسي؟ هو المثقف في مكانة القرار توي. خليل العرايض مش مثقف. بعبارة أخرى، لا يا أخي مهدي مبروك مش مثقف، مثقفين راهم. هي المسألة مش حكاية مثقف وسلطة. غير مثقف، نعم. لكن هنا أتحدث عن مشروع ثقافي يمكن أن توفر له الضمانات والإمكانيات التي تجعله ناجحا. هذه إمكانيات لازم المجلس التأسيسي معناتها يقرر معناتها ميزانية للشيء هذا في انتظار الانتخابات الجاية. شو معناها تنقص يا ولدي؟ شو تنقص في الميزانية بتاع وزارة الثقافة؟ وناس فهمت يا الله معناتها عطشانة للمعنى الثقافي، جعانة معناتها ما باش تفهم الدنيا، باش تتوفر فيها اللقاءات مع المبدعين، مع الفنانين، مع المفكرين، مع علماء الاجتماع، مع الفلاسفة، مع الحقوقيين، مع الشعراء، مع الفنان التشكيلي. شو كيفاش يعقل هذا؟
شو اون برانسيب سيدي العزيز، باش نقول لك حاجه. اولا نحب نعبر لك على استيائي بما هو حادث موجود هنا، وهنا نتكلموا اون فراك اذا تسمع قبل ما تفوت الحصه باش ما تفوتش عليا الفرصه هذه. الثقافه اللي احنا معناها معناتها نتحملوا فيها بالصيف علينا اليوم هي اللي قاعده تحكم فينا، ونتيجتها ان المجلس التاسيسي هو اللي قاعد يتبع في الحكومه، مش الحكومه تتبع في المجلس التاسيسي. من المفروض ان المجلس التاسيسي هو المحور الاساسي لكل قرار سياسي، لان المجلس التاسيسي هو مجلس تاسيسي، والحكومه هذه حكومه تاسيسيه، او المبدات تنقص من الميزانيه. من المفروض ان يكون هذا محل جدل ومحل حوار بين النواب والحكومه والاطراف المدنيه، منهم المثقفين والمبدعين والنقابات. سيد العزيز هذا اللي بيه الفائده. لكن اذا احنا حبينا باش يكون الحريه والديمقراطيه في القرار تكون عمليه مشتركه، وما تربحش انت خاطر عندك الاغلبيه تقول انا توا سيي معناتها عندي الاغلبيه نعمل ايش نحب. لا بابا.